تعرف اني ما اشتقت لك؟ ما في ليش؟ والله انا كثير اشتقت لك. كيف بس وانا احرجك؟ والله ممتاز تعمل بالحاره. بتعرف عم دير حبيبتي. اي بيبي مين؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ بيبي لا عم صور فيديو مع غيس. لا انا ما عم خونك. هيديك امبارح اليوم. لا والله لا ما عم تخونا يا زلمه. طب عم صور فيديو هلا. لا تحرجيني لك. ما عم خونك. بعدين بحكيكي. يلا يلا باي. ايه كمل. مين هاي؟ هي كيفك؟ تمام انت. اوكي ما راح احرجك بس الناس كلها حتسال هلا مين حبيبته. انتوا احذروا تقول لنا بالكومنتس. بدي اقول لك قصه صارت معي بسوريا قبل ما تحكي اي شيء. هذيك المره رفيقي عامل لي فيهم هايتي وما ادري شو. هايتي يعني شايف حاله. ايه. اوكي وما ادري شو انا بعمل ما ادري شو يعني ما بعرف شو. ايه. اوكي فالمهم معلم هذيك المره اوكي قال لي كت 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 وانا عندي وانا غدي وانت ما عندك وما ادري شو انت ما بتقدر تعمل. انا سكتت. سكتت؟ ايه. بعدين وصلت معي للسما. ايه. بعدين قلت له انت عندك مرسيدس؟ قال لي لا. قلت له طب عندك ميك اب لامك؟ قال لي لا. قلت له عندك بلاي ستيشن 5؟ قال لي لا. قلت له اخوي عنده ميك اب امك بتحلم فيهم؟ الله يفضح عينك. قلت له اخوي عنده ميك اب امك بتحلم فيهم؟ معلم جن وصار يصرخ. قال لي إيه معناته اخوك عنده ميك اب يعني هو بيحط ميك اب؟ قلت له على الاقل ما بيحط ميك اب مثل ما انت بتحط ميك اب. وقتها جن معلم. ويجوا اربعه من الشله تبعه اوكي هيك حوطوني اوكي. استنى خليني اكمل لك. هو قال لي اوكي على اخوك بيحط ميك اب. قلت له على الاقل ما بيحط ميك اب مثل ما انت بتحط ميك اب. ولك انا مو بحط ميك اب. انا مو بحط ميك اب يا حمار. يب جايز الموضوع اللي مكتوب بالعنوان صحيح ما في اي كذب ابدا ولا في انه فزلكه انه بس مشان خليكم تفوتوا على تحضروا الفيديو. نو قررنا انه نفترق او كل واحد يطلع يعيش لحاله لان عرفنا من بعض وفي مشاكل كثير. بمزح بس ما حبينا نفترق. كل واحد يعيش لحاله بس مش حنفترق. هاي بس اول شيء. يس هي بعد مسافات والمسافات بتؤدي الى الافتراق. بمزح. ما بعرف كيف بدي كيف بدنا نبلش كيف بدي اشرح لهم انا لوين وصلنا للمرحله هلا. في سبب رئيسي لهالموضوع حتعرفوه كمان شوي اوكي بس حتى اشرح لكم القصه بالاول قبل ما يتعمق غيث بالتفاصيل. تاكدوا انه ما في اي مشاكل لهذا القرار. يعني ما في مشاكل بين والله العظيم اكثر من 3 سنين ساكنين مع بعض ولا مره صار في بيننا مشكله بالبيت بين هدول الثلاثه. شايفين ولا مره صار في بيناتنا مشكله ولا مره. على فكره كثير من البيوت تكون على اخر يوم. هلا اللي بدي اخبركم اياه لكم القصه من الاول مشان تفهموا انتم القصه كامل. في ناس ممكن بيعرفوها في ناس لا بس الفكره انه اهالينا الثلاثه من 3 سنين. اهلك لحالك احترم. انا ما قلت امك قلت اهالينا. اهالينا الثلاثه قرروا يسافروا بنفس السنه وبنفس الشهر فنحن اضطرينا انه نطلع نسكن لحالنا. فاجتمعنا مع بعض وطلعنا نحن الثلاثه ندور كل واحد على بيت. ما كان خاطرنا ما بعرف شو كان مخنا مسكر على الاخر يعني ما كان خاطرنا انه نسكن نحن الثلاثه ببيت واحد. كانوا الشباب مصاحبين مشان معقوله. المهم فقلنا ليش ما بناخذ نحن بيت كبير 3 غرف بنسكن كل واحد والصاله بيكون مشترك بنضل قاعدين مع بعض في صباح بنفطر. وكانت اسوأ فكره اخذناها بحياتنا صح. كان 3 سنين يعني بجننوا ما صار مشاكل ابدا. عنجد ما صار مشاكل. ما كنت بحياتي متخيل انه ممكن اعيش مع حدا ما بعرفه او مثلا حدا من اصحابي بنفس البيت. بس الحمد لله فتره وعدت تنذكروا مثلا اي 3 سنين مستحيل انساها. مستحيل. yes. كثير اشياء تغيرت بحياتي 3 سنين ويمكن لو ما كنت عايش مع اللي شايفينهم الاثنين هدول ما كانوا مروا مثل ما مروا بصراحه. هلا شوف العيشه مع بيت صعبه مزعج كثير بكسر اشياء بالبيت. يعني مبدئيا بس حتى اقول لكم شغله كان عندنا مطبخ راح نصه بالبيت هذا. الارض ابعد ايه مثلا كان وقع. طبعا في كثير اشياء نحن عملناها بالبيت انتم شفتوها بالفيديوهات على اليوتيوب. طبعا في كمان قبل اليوتيوب قبل ما بلش يوتيوب كنا ساكنين ببيت اقدم من هذا غير هذا. هذاك اللي عندنا ابوه ما ضل فيه شيء يعني اجانا 3 انذارات لحتى طلعنا من البيت فالحمد لله يعني ما ضل الجيران حوالينا الا ما اشتكوا علينا. الحمد لله انه الجيران تحملونا. يس تحملونا. كانت فتره مثل ما بقول لكم يعني بلشنا من بيت صغير بعدين نقلنا لبيت منيح بعدين نقلنا لبيت نحن الثلاثه يلا يلا بعدين نقلنا على بيت مرتب لعنا شرفه بطل يلا يلا وهلا كل واحد قرر انه يطلع يعيش لحاله. والسبب
له الطلعة انه قرر كل واحد يعيش لحاله. يس مثل ما كنتم متوقعين واللي كانوا عم يكتبوا لي على ستوري انه في موضوع زواج. صحيح. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك يا شباب. الف مبروك. الف مبروك. هلا انا الفكره انه في موضوع زواج بس انا ما راح اقول لكم لمين، يعني واحد منا الثلاثه راح يتزوج. راح يتزوج. الله يعينه. الله يوفقه. الله يوفقه. الله يوفقه. الله يوفقه. الله يوفق مين؟ اللي بده يتزوج. اللي بده يتزوج. الله يوفقه. عن جد الله يوفق اللي واقف بده يتزوج. حيتبهدل. مو واحد منا الثلاثه قرر انه يخطب. ويخطب بعدين يتزوج، فقرروا انه يطلع من البيت، فشخ ام الشله. هو المفروض يصير يعني هذا الموضوع الان خلص يعني خلصنا بقى. هلا اذا ما مشي الحال معه سنه، اذا ما مشي الحال طلاق برجع بسكر. بس مثل ما قلت لكم الموضوع كان صحيح للتفكير اللي عيشاكم، موضوع زواج بس ما بنعرف عن مين، ما بعرف بحسوا يا زلمه والله العظيم. الام مشي عن جد. فهلا في واحد فينا حيتزوج، ما عرف السنه الباقيين امتى، بس في حدا حيتزوج، في حدا حيخطب. حتعرفوا بالايام الجاي، ما راح اقول لكم انا هلا مين. اعملوا تحرياتكم، اعملوا اللي بدكم اياه لحد تستكشفوا. عارفين انا ما بتنزل الفيديو. هذا الموضوع وهذا السبب اللي كنت بدي لكم عليه من فتره، قلت انه ممكن يزعلكم بس ما بدي اياكم تزعلوا كثير، لان احنا يعني حنكون ساكنين عن بعض دقائق بعيده. يعني دقائق جد. بس بعدنا جيران. يس بعدنا جيران. اعزمكم على فول اول اسبوع. الله لا يوفقك. ما بدي يا زلمه. يس يا اخي انت شو فيك يا اخي؟ انا اسبوع ارتاح منه، بس اسبوع يا زلمه اسبوع. على فكره اصلا شرب هي دوب عم نشوفه بالبيت، كل شيء مع بعض. تجي لك زاد في قلبي يا زلمه. لا كنسل كنسل خلص خلص بطلنا بطلنا خلص ما رح نقول. ما بقدر اعيش بلا مشرب. لا مشان الله روح. لا بقدر. الفيديوهات حتضل نفسها، البيت حيتغير، اللوكيشن حيتغير، بس نفس الرفاه، نفس الشباب، وحيصير في اكشن زياده. يعني انتم هلا الفيديوهات اللي قدام شوفوا كثير تغيير. احنا بيت واحد وهيك عملنا فيه كيف ثلاث بيوت. صار لنا كثير افكار، يعني ما راح اللي بقرب على بيتي راح قصته نصين. قريبا غيرت راح تشوفونا يا عندك، انا رحت على العب. الشباب اختاروا بيوت، باقي انا دور على بيت. وهو اللي اخرنا على فكره، نحن المفروض كنا من الاسبوع الماضي يعني طلع. فالفيديوهات اللي جاي كمان حتشوفوها حتصيروا تختاروا معي بيت عفش عفش يلا وشيلوا حطوا عروق و عروق 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 الإدام اختاروا عروق الإدام. سو الموعد للطلعة من البيت كثير قريب، ما بعرف قد بدي اقول لكم يعني، بس انه كثير قريب انه يبلش هالموضوع، لدرجة انه كثير 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 قريب، أقرب مما بتتوقع، أقرب مما بتتوقع يعني، فهمتوا؟ فا شباب تفضلوا. النقل بلش بلش. نحن حننام بالشارع حاليا. اوكي بس بدهم كلام. كمان اوكي واو. انا قلت اضمن حالي بالورته من هلا. واو. حتى الزباله اخر الزباله باللي فيها. طب شو بنظفها بعدين؟ طب خلينا شيء لنا. طيب لا انا كمان تاخذني. المسؤوليه حلوه. انا هدول احلى 3 سنين بعمري، كان اقسم بالله لما عملت رولينج ماك كوستها. صح. فين كنسل الموضوع؟ صح. كنسل شو كنسل؟ دفع ايجار. شو كنسل؟ حرتاح منكم واخي. الله لا يوفقك. 3 سنين ما راح ينسوا، والفكره الاقوى او الاكبر انه 3 سنين كلهم مصورين على اليوتيوب وعلى الستوري، فيعني اي يوم نحن ناسين فيه حدا مسوي شيء بنفوت على اليوتيوب بنلاقي. يعني جد هدول لبعد 10 سنين حنضلنا نلاقي الفيديوهات وحنضلنا نشوف ايش عم بصير. صار معنا قبل. انت اولادك عم تحضر فيديو اوف. مثل ما قلت لكم الفيديوهات الجاي حيصير عن حياتي اكثر من انه تحديات وهيك اشياء، بلس حيكون في سفره حمراء كثير حلوه. انه حمراء كثير حلوه، كثير حتتسلوا فيها. هذا هو الموضوع. اي لاف يو جايز. استنوا الفيديوهات لقدام، كثير اشياء حتتغير كمان. اي لاف يو. يلا سلام. مين صاحب فكره انكم تسكنوا انتم الثلاثه مع بعض؟ هذا البيت اللي اكثر صار مشهور يعني. فيك تقول يعني كل زاويه فيه في له قصه. انا ومحمد وكريم. عليك شو معلم شاورما؟ ايوه بلا اعطينا ثلاثه شاورما بلا توم. searching for something that ain't lost have we got our lines crossed we're wasting time on stuff It doesn't really matter While wishing for something better I try to fix things That weren't broken Misunderstandings And words unspoken We fall apart And I won't dare to say Do you feel the same way? In front of you, or maybe I'm not.
شو ورقة انك عايش معي؟ عندك 3 ثواني. اوكي.